هيك نوع من الأسواق كتير مفيدة، ولأنه احنا فيها بنشجع تحديدا شغل الستات نساء فلسطين اللي احنا للأسف مش كلهم حاملات شهادات وقادرات انه يروحوا يشتغلوا بمؤسسات، فهيك نوع من الأسواق كتير بتشجعهم وبتدعمهم وبتفتح الطريق قدامهم. هي نقطة. نقطة تانية، هلأ أنا هم مش مشاركة كسيدة مثلهم، أنا مشاركة كبلدية. هلأ إحنا حبينا كبلدية تحديدا قسم حمدي منكو نعمل فعالية فسيفساء بالشارع قدام الناس، فرصة إنه الكل يتفرج، الكل يتعلم مهنة الفسيفساء، وكمان ركزنا هون على إعادة التدوير وبدنا نعمل جو بالسوق، كمان حبينا يعني نغير جو. سوق المنشية عبارة عن سوق للأعمال النسوية، بفرجوا إبداعاتهم والنسوان بفرجوا كل المنتجات اللي عندهم، كتير رائع، وبنحب ندعم النساء في نابلس طبعا وفي كل مناطق فلسطين. طبعا احنا منتجاتنا بنعتز بمنتجات النسوان عندنا في فلسطين، وكل التحية والاحترام للجميع طبعا، واهلا وسهلا فيكم. احنا اليوم مشاركنا بمعرض كتير مهم، احنا مركز نسوي عسكر، بنقوم دائما باعمال احنا بايدنا، بنعمل معجنات بايدنا، بنعمل كل اللي انت شايفه، لبنيه، زعتر، بنطحنهم كلهم بايدنا، خاصه التطريز هو جزء من تراثنا لازم احنا نكون محافظين عليه دائما دائما، حتى المفتول هاي حتى انتوا تشوفوا كيف المفتول نعمله بايدينا، مرميه، كل شيء احنا بنحاول نوفره بكل بيت يكون موجود احنا بنعمله بايدنا. عملنا هاي المنتوزات بتعبر عن اعمالنا اعمال يدويه، بعض من الهدايا كاطفال، انه الواحد حلو مثلا ياخذ اشياء معموله صنع يدوي، لان الصنع اليدوي يعني بتضلها ذكرى، ولما تكون متعوبه عليه معموله في حب.